شو قصة يهود اسطنبول؟ وين عايشين؟ قديش عددهم؟ كيف حياتهم؟ وشو بيشتغلوا؟ تابعوا معنا هالتقرير من اسطنبول. بالواقع هن عايشين حياة كتير غامضة، بفضلوا عدم الظهور على الإعلام لأسباب كتيرة أبرزها الأمنية. تواصلت شخصياً مع رئيس الطائفة بمنطقة مسلك باسطنبول، وكانت البداية عندهم موافقة أنه يطلعوا على الإعلام، ولكن لما وصلنا تغير كل شيء. بعد ما وصلنا على اسطنبول وعلى أساس كل شيء جاهز لحتى نصور مع الطائفة، إجا رفض وفضلوا عدم الظهور، وقالوا لنا أنه السبب الأساسي هو بيخافوا يطلعوا على الإعلام لأسباب أمنية. ولكن قدرنا أخذنا بعض المعلومات وسمحوا لنا ندخل على معابدهم وشوارعهم حتى نعمل هالتقرير. وبحسب المعلومات اللي أخذناها من رئيس الطائفة، بيقول إنه عدد اليهود اليوم بتركيا نحو 17400 شخص. النسبة الكبيرة منهم وتقريباً 90% عايشين باسطنبول بمناطق محددة تعتبر راقية نوعاً ما، وبتتمتع بالاختلاط الديني، وهن عايشين بمنطقة شيشلي عثمان باي. كمان بالأول كانوا عايشين بمنطقة بلاط التاريخية وفي حي باسمهم، وهول كلهم بيوقعوا بالقسم الأوروبي من اسطنبول، إلى جانب منطقة كاديكوي وإسكودار اللي بتوقع بالقسم الآسيوي من اسطنبول. عدد المعابد الموجودة عندهم هن 40 كنيسة، ولكن اليوم بيتم الصلاة بس بأربع معابد إنهم. ورحنا على أكبر معبد باسطنبول اسمه نافي شالوم، وهذا المعبد بيضم متحف فيه أرشيف وصور عن تاريخ يهود تركيا، وبيوقع بشارع غالاتا بالمدينة القديمة. وبعد محاولات قدرنا ناخد شوية صور من جوا، واخدنا معلومات من المعنيين. نحن هلأ داخل معبد نافي شالوم للطائفة اليهودية السفرديم. هذا المعبد بيوقع بمنطقة غالاتا الأثرية بمدينة اسطنبول. وهون قدامي في لوحة بتجسد ضحايا مجزرة أو عمل إرهابي أو عمل تفجيري حصل داخل المعبد مرتين. أول مرة سنة 1986 بشهر أيلول سبتمبر، في مكان المصلين يوم السبت عم بيأدوا صلاة يوم السبت، وقع انفجار وأدى على 24 شخص. حسب الرواية اليهودية أو المشرفين على المعبد بيقولوا أنه أول عمل كان من تنفيذ حماس ورداً على بعض القصص اللي عم بتصير بفلسطين. نحن هلأ بالحجرة الخاصة بالعادات وتقليد الزواج عند اليهود السفرديم الأتراك، وهون هذه الصورة أو هذا التمثيل بيجسدوا عادات الزواج، حيث العريس لما يدخل على عروسته وعلى الكنيس وقت يعملوا عقد الزواج يفترض أن تكون مغطاية وجهه ما يشوفها هو قبل، وهو بعدين يرفع عن وجهه الخمار مثل ما عم نشوفه هون. وهي كتير هيك عادات قريبة من الشرق تقريبا ومن العادات الشرقية، يعني بعدهم محافظين عليها. وهون بهون الشاشة عم نشوف إحدى حفلات الزفاف اليهودي داخل معبد نافي شالوم بالستينات من القرن الماضي، وهو التذكير إنه المتحف أو المعبد نافي شالوم تعمر سنة 1953، وهو أجدد معابد اليهودية باسطنبول اللي عددها تقريبا بالعشرات، لكن هو الأجدد ولكن بنفس الوقت هو الأكبر بيناتهم حسب المشرفين على المعبد. نحن هلأ داخل حجرة الأزياء الخاصة بالطائفة اليهودية. هن عندهم أزياء محددة كانوا يلبسوها خاصة بعهد العثماني. هون عادات اللبس للطائفة اليهودية بعهد العثماني ومن بعد مرحلة العهد العثماني. من الأزياء المهمة عند الطائفة اليهودية هو هذا الوشاح اللي عادة بيلبسوه للصبي لما يصير عمره 13 خلال ما يبدأ يتناول بار ميتسفا. بار ميتسفا يعني هو ببلش يتعرف على ديانته اليهودية بعمر 13 سنة، وأول خطوة لازم يلبس هذا الوشاح.